ماديسون على تنفيذ الخطأ الآن. ماديسون وخطأ لمصلحة الخور. ماديسون يعيش لاعب القادسية الكويتي سلطان العنزي أشهر العسل الأولى مع نادي الخور القطري وفق عقد بنظام الإعارة لمدة موسم كامل، وانتقل ابن 24 ربيعا من تجربة الاحتراف الجزئي في بلده إلى عاصمة الاحتراف الكلي، ويستمتع العنزي بتجربته الاحترافية الأولى مع نجوم من مختلف الجنسيات، وفي دوري يحظى بإعلام قوي. أنا يعني حاب إني أخوض تجربة الاحتراف، ويعني الاحتراف هذا من يعني كان حلمي إني أخوض تجربة الاحتراف، وأطمح إني أقدم أفضل المستويات خارج الكويت. ورغم تأخر بطاقته الدولية كلاعب محترف، إلا أن سلطان تجاوز ما اعتراه من مصاعب وانتقل بشكل سريع من مرحلة التأقلم إلى بناء علاقة قوية مع مدربه الفرنسي جون فرنانديز وإخوانه الفرسان. شوي أول شيء العلاقة كانت يعني رسمية، من بعدها الحمد لله يعني قدرت أن أتعرف على اللاعبين كلهم، قدرت أن أكون معهم علاقات حتى يعني خارج الملعب. ويستمتع المحترف الكويتي في مبارياته ضد الإخوية القطري متصدر الدوري، ويستذكر بغبطة هدفه في المباراة التي تعادل بها فريقه مع الإخوية، ويشعر اللاعب بنشوة الإنجاز في تجربته الاحترافية عندما يلتقي المحترف الإسباني تشافي أثناء مبارياته ضد السد القطري. الستة، وهذه كرة ملعوبة أيضا رأسية تبعد. بدر مطوع جرب نفسه بيحاول يمر، والعرضية جول لسلطان العنزي. بعد أكثر من 3 أشهر قضاها سلطان مع فرسان الخور، يتوجب عليه إنهاء موسمه بنظام الإعارة، وكله أمل أن يكون عند حسن ظن ناديه القطري. لتلفزيون دولة الكويت، قصي الناصر، الدوحة.